حضراتكم مشاهدينا الأعزاء في الفقرة الأخيرة من جولتنا الصباحية. تبدأ اليوم أعمال القمة الصينية الكورية الجنوبية في بكين بين الرئيس مون جي إن والنظير الصيني شي جين بينغ على هامش القمة الثلاثية التي تستضيفها بكين بمشاركة رئيس وزراء اليابان، ذلك لبحث التوترات في شبه الجزيرة الكورية. وتشهد القمة الصينية الكورية الجنوبية سبل تطوير العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين وتعزيز التعاون الثنائي وإجراء تبادل لوجهات النظر حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس مون لمدة يومين تتضمن حضور قمة ثلاثية تضم قادة كوريا الجنوبية والصين واليابان. في هذه الفقرة مشاهدينا الأعزاء سنتعرف بالتفصيل ونناقش هذه القمة وأجوائها وأبرز الملفات المطروحة على هامشها مع الدكتور ياسر جدالله مدير مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية بجامعة حلوان. دكتور ياسر صباح الخير وأهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بك. صباح النور. أهلا بحضرتك. بالتأكيد هذه قمة مهمة التي تجمع أبرز أو أقطاب الدول الكبيرة في الشرق الآسيوي وربما في العالم بين الصين وبين كوريا الجنوبية وبين اليابان، ما هي أهمية هذه القمة وتوقيت انعقادها؟ يمكن زي ما حضرتك قلت بالفعل إن احنا بنتكلم على ثلاث دول يعني مهمين جدا، كان عن الصين والقوة العظمى الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بنتكلم على اليابان وهي دولة من الدول الاقتصاد الثالث في العالم، الاقتصاد يعني بنقول إن هي الدولة التي تعاني من وجود فائض في ميزان مدفوعاتها، يعني من كثرة الطلب على المنتجات اليابانية وزيادة حجم صادراتها مقارنة بحجم الواردات، وكوريا الجنوبية اللي من 50-60 سنة كانت في ظروف صعبة جدا والنهاردة بقت من الدول اللي موجودة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأصبحت من الدول اللي بتصنف إن هي من الدول الصناعية الكبرى. نتكلم على ثلاث دول عندها هذه المشاكل عندها هذه او عندها يعني قلق بشان الجانب الاقتصادي. التوقيت طبعا توقيت مهم جدا، خاصه على ان احنا عارفين ان في بعض التوترات الكبيره التجاريه بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين، وما بنبص على الولايات المتحده الامريكيه في حليف لكوريا الجنوبيه واليابان، والناحيه الاخرى بنلاقي ان الصين قريبه من كوريا الشماليه باعتبار ان بتارى في كوريا الشماليه ان هي منطقه عازله ما بينها وبين حلفاء الولايات المتحده الامريكيه، وخوفا من اي توترات تحصل هيترتب عليها ان هيبقى التاثير بالسالب على الجانب الصيني. فبالتالي التوقيت مهم جدا في هذه الفتره، والقمه مهمه جدا لتقريب وجهات النظر، وهو الهدف النهائي هو نشر السلام بما يساعد على تحقيق الجانب الاقتصادي والدفع بشكل عام. هذه الخلافات العميقه بينهما ليست بين اليابان وكوريا الجنوبيه من ناحيه والصين من ناحيه اخرى، لكن حتى بين اليابان وكوريا الجنوبيه مؤخرا كانت هناك مشادات، ربما كانت هناك خلافات تاريخيه وخلافات ايضا اقتصاديه بينهما. بالتاكيد في يعني لابد ان احنا لما نبص كده على المثلث اللي بنتكلم عنه، بنتكلم عن الصين، بنتكلم عن كوريا الجنوبيه، بنتكلم على اليابان، أكيد في بعض المشاكل. يعني لو بصيت على اليابان وكوريا الجنوبية النهاردة في مشاكل ما بينهم من أيام الحرب العالمية الثانية واستخدام طوكيو للعمالة القصرية في الحرب العالمية الثانية، وترتب على ذلك أن اتفرض عليها مجموعة من القيود التجارية الكبيرة جدا، وكان في بعض المشاكل فيما يتعلق بتبادل المعلومات العسكرية أو اتفاقية التبادل المعلومات العسكرية وتقسمها بين الجانبين. كل دي أمور عمقت الخلاف ما بينهم بشكل كبير جدا، وده بينعكس على إحداث نوع من الكساد أو ركود في الجانب الاقتصادي ما بينهم. ولما يحصل ركود اقتصادي بين قوتين كبار زي الدولتين دول بالتأكيد هينعكس على العالم، وده على فكرة اللي بينعكس في ان احنا حاليا بنعيش حقبة من الكساد على مستوى كبير على مستوى العالم وتباطؤ في حركة التجارة. ده من جانب لو احنا بنتكلم عن الجانب اليابان وكوريا الجنوبية. بنتكلم عن كوريا عن الصين وهي في المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، وهي زي ما قلنا ان هي بتدعم كوريا الشمالية، مشكلة بس بتعمق اقتصاديا بشكل كبير جدا. نتكلم على أكبر حجم صادرات بتتوجه من الصين لكوريا الشمالية حوالي 2 مليار دولار، حتى توجيهها للرئيس الكوري الشمالي بأهمية مثلا الفحم باعتباره أكبر وأهم الصادرات الخاصة بالجانب الكوري الشمالي للدول المختلفة وعلى رأسها الصين، ودعم الجانب الاقتصادي ومحاولة أن هي تتدخل علشان خاطر خايفة من بعد التجربة اللي أجرتها كوريا الشمالية السادسة فيما يتعلق بالشأن النووي، وربما يحدث من ذلك انعكاس كبير جدا
على توتر العلاقات، لأن لو حصل لا قدر الله مشكلة كبيرة ودخلنا في حرب عالمية ثالثة، إذا تخيلنا هذا الأمر، من أكثر الدول هتبقى متضررة هي الصين، لأن هيبقى في توجه من الدول دي، خاصة إن ده لوح به الرئيس الأمريكي ترامب إن كوريا الشمالية النهاردة الكثافة السكانية فيها زادت، وصلت حوالي 25 مليون، وده معناه إنه هيحصل نزوح من الجانب الكوريا الشمالية إلى الصين، وبالتالي يعني الصين مش ناقصة سكان ومش ناقصة، طبعا ده بيضغط على البنية التحتية وبيضغط على الموارد الاقتصادية المتاحة كده. ده بنعكس احنا المشاكل او التوترات الموجودة ما بين الجانب الياباني والجانب الكوري، كوريا الجنوبية او ما بين الجانب. طيب هل ترى ان الصين تستخدم كوريا الشمالية كورقة ضغط سواء في مفاوضاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية او حتى في مفاوضاتها وخلافاتها مع الولايات المتحدة؟ بالتأكيد احنا لازم نؤكد على ان السياسة تستخدم كورقة ضغط عشان خاطر الشأن الاقتصادي. الهدف النهائي لكل الدول هو الجانب الاقتصادي، تحقيق المصلحة، ده هو الهدف الرئيسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الصين، لدى كوريا الجنوبية. ربما يختلف الأمر شوية في كوريا الشمالية وإن كان لها اتجاهات معينة، لكن في النهاية برضه هدفها يبقى في جانب اقتصادي قوي جدا. فبالتالي هي الصين بتحاول إنها تستخدمها خاصة في ظل الأجواء التوترات التجارية الموجودة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معروف إن كل ما بتدخل كوريا الشمالية في تجارب نووية كل ما ده بيبقى ليه انعكاسات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي، وكل ده ما بيؤدي إلى تأزم الوضع وبيخلي الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من التوتر، حالة من القلق. فبتستخدمها كورقة ضغط، وده ذكاء من الجانب الصيني، ومش بس الصين هي اللي بتستخدم هذه الاوراق، حتى الولايات المتحده الامريكيه بتستخدمها، روسيا بتستخدم نفس الورقه بتستخدمها يمكن، لكن الصين هاديه على فكره في استخدام الادوات الخاصه بها عكس الولايات المتحده الامريكيه. يعني القياده الحاليه بتستخدم كل اوراق الضغط واحده تلو الاخرى بشكل او ناعمه بشكل كبير، وعلى فكره ده بيحدث نوع من التاثير العكسي، يعني مش زي ما متخيل الرئيس ترامب. يعني ما ينفعش الدفع بكافه الاوراق مره اخرى على طاوله المفاوضات، ينبغي ان يبقى في تروي في استخدام هذه الادوات. هل يمكن لهذه القمه ان تحيي مره اخرى مشروع اتفاقيه التجاره الحره بين الدول الثلاث، بين الصين واليابان وبين كوريا الجنوبيه؟ يعني اعتقد انها يعني ممكن يكون في اتجاه، لكن مش بالسهوله. يعني انا ما اعتقدش ان التوجه لاتفاقيه، وطبعا هو ده احد الاهداف اللي بيسعوا لها في هذه القمه، ان هم يحيوا الاتفاقيه التجارة الحرة ما بينهم. ربما يعني يأخذ وقت، لكن ليس وقت بالقليل إلى أن يحدث هذا، لكن احنا بنقول أن هذه القمة أو بتبقى منتديات بيبقى فيها تقارب وجهات النظر وفيها نوع من أنواع أن احنا إيه اللي بيحول يا دكتور دون تحقيق هذه الاتفاقية ودون تطبيقها؟ زي ما قلنا في البداية أن في حلفاء لكل طرف، وبالتالي في ضغط خارجي. يعني لا منقدرش نقول أن الثلاث دول هي بتتعامل على إنشاء اتفاقية تجارة حرة بشكل هي مستقل. تحكم بشكل مستقل، لا. هناك في الكواليس بعض الأمور الأخرى اللي بيتم الاتفاق عليها، فربما يحدث من حيث المبدأ أن نتفق على أن يكون هناك اتفاقية تجارة حرة وأن يتم إلغاء بعض القيود الكمية والعقوبات التجارية أو العقبات التجارية الموجودة بين الدول، ولكن عندما نخرج من هذه القمة يحدث الرجوع مرة أخرى إلى الحلفاء ودراسة الأمر هل هذا يتناسب أيضا مع ظروف الجانب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نتكلم عن الجانب الأمريكي، هل النهارده هيبقى موافق على هذا الامر ولا لا؟ الجانب الامريكي هو عايز يبقى في تعاون قوي بينه وبين الصين، مفيش مشكله. ولا يسعى برضه ان يبقى في حرب تجاريه بينهم، لان المنتصر غالبا هيبقى الصين مش الولايات المتحده الامريكيه. ولكن بشروطه، يعني عايز يضع مجموعه من الشروط الخاصه به اللي هي تحول دون وصول الصين الى. وكان في تصريحات ايجابيه مؤخرا من الاداره الامريكيه بخصوص اتفاق تجاري مرتقب ربما بين الولايات المتحدة والصين. بنسمع كتير عن هذا الأمر، لكن سرعان ما يعني كان مفترض كان في عقوبات في النص الأول من هذا الشهر ولم تطبق، لم تفرض. تم تأجيلها. تم إرجاعها. هو اللي بيحصل زي ما بقول لحضرتك، يعني لو حصل حرب تجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، يعني بشكل كبير جدا، مش مجرد مناوشات بأن الجانب الأمريكي يفرض بعض القيود الجمركية وبالتالي الجانب الصيني يتخذ بعض الضوابط الأخرى.
أخرى ويحدث بعض التوترات من شأن من آن الآخر. لكن أنا عايز أقول أن لو وصلت إلى ما يعرف باسم الحرب التجارية أكيد سوف يكون انعكاساته بالسالب أكثر على الجانب الأمريكي وأيضا على الجانب الصيني، لكن الجانب الأمريكي أكثر، لأن الجانب الأمريكي الاقتصاد الأمريكي بيعاني من بعض المشاكل الكبيرة من العجز في المزمن في ميزان المدفوعات وفي أيضا ارتفاع تكلفة الإنتاج الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كل دي مياش لصالح الجانب الأمريكي، بالتالي مش من مصلحة الجانب الأمريكي أن يستمر في هذه الضغوط. لكن هو بعض المحاولات دي هي على فكرة هو الهدف النهائي إرجاء قيادة الصين للاقتصاد العالمي ده، يعني هو إرجاء لكن مش إلغاء إرجاء في هذه الفترة. يعني مثلا لو كان خلال 5 سنين أمريكا الصين هتبقى نمرة 1 في الاقتصاد العالمي، خليها 10 سنين كمان، يعني خلي الفجوة تزيد شوية خلال إدارة الرئيس ترامب، بحيث لما يبقى تيجي بقى إدارة جديدة تبقى تشوف الأمر شكل. طيب مؤخرا لاحظنا أن هناك بعض السلوك الإيجابي ربما الذي رآه البعض إيجابية من الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية وأيضا بشأن الصين. على سبيل المثال عندما تلغي الولايات المتحدة مناورات عسكرية كان من المفترض أن تقام بينها وبين كوريا الجنوبية، فبالتأكيد هذه هي رسالة إيجابية للصين ولكوريا الشمالية أيضا. بالظبط بالتأكيد طبعا. هو يعني هي المشكلة ان احنا بنقدر نقول ان المنطقة دي او لما بنتكلم على الاطراف اللي حضرتك بتشير اليهم اطراف القمة ونضيف اليهم الولايات المتحدة الامريكية، بنقول ان العلاقات شائكة قوي، واي يعني خطأ بسيط ربما يعني يدخل العالم كله في مهاترات يعني ما حدش يقدر ان هو يتحملها. فعشان كده في نوع برضو من التخفيف من الجانب الامريكي انه مثلا تلغي بعض المناورات، ده يعني كانها رساله ان احنا يعني بنقنع فيها، خاصه بعد زياره الرئيس الامريكي او اللقاء اللي كان بينه وبين الرئيس الكوريا الشماليه مؤخرا بعد قمه بالظبط كده. فده كان برضو ده بيعكس ان هناك اتجاه، لانه معروف ان كوريا الجنوبيه وفقا للمعاهده الدفاع المشترك اللي بينها وبين الولايات المتحده الامريكيه ونشر اكثر من حوالي 30,000 جندي امريكي في هذه المنطقه، معناها ان هي حليفه كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه تقدمت، كوريا الشماليه فيها مشاكل وفيها تخلف، فيها فقر، فيها صعوبات كثيره جدا وفيها نووي، يعني فيها تجارب نووية. التجارب دي لو يعني نتخيل مثلا لو رئيس كوريا الشمالية ادى يعني المبادرة بان احنا نستخدم النووي، ده معناها في انهيار للعالم، مش هيبقى لا يفرق بين صغير وبين كبير. فكان هنا جانب ذكاء من الجانب الأمريكي في محاولة ان رأب هذا الصدع ما بين الجانب كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث انها يهدئ شوية من هذه الأوضاع، وان كانت التوترات موجودة، لكن يعني في فرق بين انها يتم زيادتها ومش عارفين هيكون التأثير شكله ايه. فاعتقد ان دي كان جانب طيب من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإلغاء هذه المناورات او إرجائها. ده برضو يعني بيعكس ان في بنمد اليد للجانب الكوري الشمالي، العصا والغزة التي يستخدمها ترامب دائما، لان احنا بنتكلم ان الفرق ما بين شبه الجزيره الكوريه او الكوريتين منطقه بسيطه، يعني اللي هي المنطقه المعزوله السلاح بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، لكن يعني ممكن في اقل من ثواني مش هنشوف حاجه خالص، يعني هنشوف كوريا الشماليه ولا كوريا الجنوبيه ولا هنشوف العالم. فبالتالي هنا لابد من الكبار ان يتعاملوا بهدوء وضبط النفس، مهم جدا في هذه الامور. اعود مره اخرى الى الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبيه، هل يمكن للصين ان تتدخل لحل هذا الخلاف، ان تكون وسيطا نزيها لحل هذا الخلاف التاريخي والاقتصادي؟ الصين لتحل الخلاف على فكره. بالظبط، يعني عايز اقول حاجه برضو يمكن الناس ما اعرفش تعرفها ولا لا، ان حتى الصين واليابان مش على وفاق يعني كبير يعني ولكن الوفاق بين الصين واليابان هو وفاق اقتصادي بشكل كبير جدا. يعني عايزين نقول ان مثلا خلينا نقولها ببساطه شديده قبل ما نتحرك للناس ذات حل المشكله بينها وبين اليابان وبين كوريا الجنوبيه، ان اليابان اضطرت انها تنقل بعض المصانع بتاعتها الى الصين نظرا لتلبيه الاحتياجات او الطلب على المنتجات اليابانيه بشكل كبير جدا. ودي يمكن الناس مش فاهمها يعني ازاي، يعني
في اليابان هناك طلب كبير جدا على المنتجات اليابانية، وبالرغم من العمل المكثف من الجانب الياباني ليل نهار ما بيقدروش ان هم يوفوا باحتياجات اللي جايه الطلب اللي عليهم. يعني كان اتخيل مثلا في طلب عليهم في اليابان ان هم ينتجوا 100 وحده من سلعه معينه، وقدرات اليابان لما تشتغل 24 ساعه مثلاً تنتج 80، فال20 اضطرت الصين تعمل مصنع في الصين بالظبط كده عشان خاطر السلعه، بالاضافه للايد اللي عامله ارخص من اليابان بالظبط. فهنا يعني بس هو مش ده يعني هواها يعني هو مش مبسوطه مش سعيده بهذا، ولكن هي اضطرت تعمل كده علشان خاطر تلبي احتياجات الايه الاسواق الاخرى والطلبات الاخرى. فده عايزين نقول ان اصلا العلاقه بين الجانب الياباني والجانب الصيني ما هواش بالشكل اللي هو يعني ان العلاقه قويه في الشق السياسي، لكن في الشق الاقتصادي في الشق الاقتصادي علاقة في الشق الاقتصادي الوضع. طبعا الصين هتحاول يعني الصين بقدر الامكان هتحاول انها تهدئ من الامور. اعتقد ده لمصلحتها بالتاكيد بالتاكيد من مصلحتها، لان احنا لو احنا الصين من مصلحتها ان هي تبدو امام العالم كله وامام دول العالم ان هي الدوله القويه التي يمكنها ان تحد من الصراعات وتحدث نوع من التوفيق ما بين وجهات النظر، وبالتالي ده الدور اللي عايزه تلعبه، لان هي النهارده ما بتتكلمش عن يعني الصين من 50 سنه كانت بتتكلم عن نفسها ما كانش يعني ما كانش عن نفسها، والصين من الدول اللي انضمت لمنظمه التجاره العالميه مؤخرا في 2002 طبعاً. فمعنى انها انضمت معناها انها بتقول خلاص انا بتجه الى التعدديه، يعني تعدديه بتحاول توسع من النفوذ الصيني في سواء في المنطقه او حتى في العالم. يعني هنا هي عايزه تقول ان خلاص الرياده هتبقى للجانب الصيني والصين هي اللي تتدخل عشان تحل المشاكل، وفي نفس الوقت برضو في مصالح اقتصاديه لدى اليابان، واليابان يهمها ان تبقى علاقتها كويسه وبرضو بجانب كوريا الجنوبيه ما يهمهاش ان تبقى العلاقات سيئه. يعني اعتقد ان ممكن يبقى في تقريب لوجهات النظر، لان هناك بعض النقاط المشتركه بينهما اللي هم بيهدفوا ان هم يحققوها، وهي المصلحه الاقتصاديه. الصين لديها مبادره هامه وكبيره هي مبادره الحزام والطريق، هل يمكن اشراك اليابان وكوريا الجنوبيه تحديدا في هذه المبادره ويتم تقاسم تكاليف هذه المبادره بينهم؟ يعني طبعا تكاليف المبادره ما اعتقدش ان الجانب الياباني او الجانب الكوري الجنوبي ان هم يشاركوا فيها في التكاليف الخاصه بانشاء المبادره، خاصه ان الصين ما عندهاش مشكله في هذا الامر، هم عندهم حوالي 4 تريليون دولار عايزين يخلصوا منهم، فبالتالي ما فيش ازمه في هذا الامر، خاصه ان الدراسات الجدوى اللي عملتها الصين فيما يتعلق بالعوائد الاقتصاديه الناجمه عن هذا الطريق وهذا الحزام اعتقد يعني تفوق ما يتخيله العقل البشري بالنسبة لنا يعني. لكن يهمها أن يكون في اندماج للجوانب دي، خاصة أن في تجارة بتمر ما بين الجانب الصيني والجانب الياباني، وبالتالي هنا مهم أنها تبقى طرف، لكن ممكن تبقى بتشترك في مع الجانب الصيني في هذا الأمر، لكن مش بمنظور الدول الأخرى، يعني مش بمنظور مثلا المشروع الحلم ده مثلا بالظبط، الوضع هنا مختلف. لا يعني الدول الافريقيه بتحقق مكاسب كثيره بالظبط كده من هذا المشروع، على راسها طبعا تطوير البنيه التحتيه وانشاء البنيه التحتيه. وفي نقطه ثانيه كمان بالظبط، يعني في نقطه ثانيه ان الدول الافريقيه او الدول الناميه اللي هي اكثر من حوالي 65 دوله تقريبا على طريق الحرير او الحزام، يعني عشان بس المشاهد يبقى احنا بنتكلم على الحزام على فكره المقصود به الانشطه الاقتصاديه، والطريق اللي هو الطريق بقى البنيه التحتيه طريق بري وما شابه ذلك به، في كل المواصفات اللي احنا بنتخيلها بقى واي فاي وفيها تكنولوجيا راقيه جدا، البنيه التقليديه والبنيه الرقميه، بنيه رقميه على اعلى مستوى، يعني ده بتسعى ليه، وكل ده هدفه ان هي على هذا الطريق تنشئ بقى مشروعات كتيره جدا، وبالتالي بدل ما انا كنت هنتج في الصين واصدر لي مثلا القاهره او لاي دوله اخرى واخد مسافه فهدفع تكاليف، لا انا ممكن ابقى جوه القاهره عامل مشروع وبجمع ورسوم مخفضه بالظبط. اليابان لما نتكلم عن الصين واليابان احنا بنتكلم عن الصين عايزه تصدر للدول مش عايزه تستورد، يعني عايزه تصدر، وبالتالي لما نتكلم عن الصين اليابان نفسها بتصدر، يعني مش محتاجه ما عندهاش هذه الازمه، واحتياجها للصين مش اكتر من ان هي عشان خاطر العماله كلها شغاله عندها 24 ساعه والطلب عليهم عالي جدا والمنتجات بتاعتهم عاليه الجوده والتكنولوجيا عاليه عكس الصين. يعني الصين واليابان تجربتين متباينتين بشكل كبير جدا، الصين بتنتج زيرو جوده ل 100% جوده، اليابان ما بتنتجش غير 100% جوده، يعني ده الفرق، يعني اليابان ما بترهنش على انها تلبي احتياجات كل الدول،
لا سوق النامية لا هي بتلبي احتياجات مين عايز منتجات راقية وبجودة عالية ومتميزة فقط. أما الصين لا بتنتج من صفر إلى 100% حسب مستوى الدخل. فهنا الاتجاهات مختلفة، يعني الصين مختلفة عن اليابان. ولذلك حتى لو بنسأل أحد في أي دولة نامية بالنسبة للمنتجات الصينية هو في اعتقاده أنها رديئة، بس هي رديئة بالنسبة له هو، لأن هو هذه المنتجات تتواكب مع مستوى الدخول الموجود فيها. لكن لو شفنا المنتجات الصينية الموجودة في أمريكا وفي دول أوروبا هنلاقيها راقية جدا وعالية جدا ومستوى جودة عالي، لأن مش ممكن أساسا هيسمح بدخولها إلى أسواق أوروبا وأسواق أمريكا إلا إذا كانت مستوى فيها الشروط. فبالتالي هنا الاستفادة من الحزام والطريق بالنسبة لليابان وبالنسبة لكوريا الجنوبية مش بالشكل اللي هو موجود في الدول النامية. على هامش قمة السبعة التي انعقدت مؤخرا في فرنسا، الرئيس ترامب التقى برئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، وأعلن أنه سيتم الاتفاق حول أو يعني بينهما على اتفاقية تجارية قدرها 100 مليار دولار بين اليابان والولايات المتحدة. هل مثل هذه الاتفاقيات، هل إذا ما نفذت وطبقت هذه الاتفاقية أن تمثل ربما خطرا على الصين؟ لا ما أعتقدش، يعني مسألة أنها تمثل خطر على الصين يعني انا بقولها دايما، ويمكن يعني على سبيل المثال ممكن البعض ينظر الى ان الولايات المتحده تستعيض باليابان عن الصين في هذه المنطقه في شرق اسيا. يعني هي مش هي نوع من الضغط، هي كلها اوراق ضغط بتستخدمها الولايات المتحده الامريكيه للضغط على الجانب الصيني. لكن احنا لما نتكلم كاقتصاديين، وانا كراجل استاذ الاقتصاد استاذ في الاقتصاد، يعني بنبص على مؤشرات اقتصادية، مؤشرات اقتصادية ما فيهاش نقاش بتقول ان الصين هي نمرة 2 في العالم، بتقول ان الصين هي مسؤولة عن اكتر من 12% او 11.9% من الناتج الاجمالي العالمي، الناتج المحلي الاجمالي العالمي بعد الولايات المتحدة الامريكية. ما بنقولش ان طبعا بالتأكيد اليابان دولة قوية ولها اقتصاد قوي، لكن ما نقدرش نقول ان وجود اتفاقيه بين الجانب الامريكي والجانب الصيني او الجانب الياباني ده هيترتب عليه انه، لان في النهايه على فكره في مشكله ان ممكن يبقى في اتفاقيه تجاره او اتفاقيه ما بين الجانب الياباني والجانب الامريكي لانتاج سلع معينه، ابص تلاقي ان هذه السلع بيتم انتاجها في الصين. يعني فيعني لازم نكون واضحين ان اصبحت الصين يعني طبعا مع فارق التشبيه يعني هي اقوى من اللي انا بشبهه، لكن زي الملح في الطعام. يعني لابد يبقى في مكون صيني في اي حاجه في العالم. لازم نكون نتكلم بكلام منطقي يعني اقتصاديا. فبالتالي انا ممكن اكون بساعد الصين من ناحيه اخرى، لكن هو نوع بس من يعني ايه ان انا عايز اقول ان انا ليا علاقات قويه مع دول الجيران، ان انا لسه امريكا العظمى اللي المسيطره. مش هنقدر ننكر ان الولايات المتحده الامريكيه لا زالت هي القوه الاقتصاديه العظمى وهي المسيطره في على العالم حتى هذه اللحظه، وليس من السهوله ان تتنازل عن هذه المكان لاي دوله مهما كانت يعني. لكن ما نقدرش نقول هذه الاتفاقيات هترتب عليها انها تمثل خطر بالنسبه للجانب الصيني. ايهما افضل الاقتصاد يا دكتور وانت استاذ الاقتصاد؟ هل أن تكون دولة مشتركة مع دول أخرى في اتفاقيات في منطقة حرة تجارية كما نشاهد وكما نلاحظ حاليا في هذه الدول الثلاث ومحاولتهم والسعي لأن يكون هناك بينهم اتفاقية تجارية قارية يعني تجارية حرة بينهما، أم أن تكون الدول مستقلة بذاتها في علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى؟ يعني على سبيل المثال بريطانيا كانت ضمن الاتحاد الأوروبي الآن خرجت من الاتحاد الأوروبي، أيهما أفضل، أن تكون ضمن تكتل اقتصادي أم أن تكون وأن تتعامل مع الدول الأخرى بشكل مستقل وبشكل انفرادي؟ هقول لحضرتك كلام اقتصادي وأقول لحضرتك كلام واقعي. من الناحية الاقتصادية بالتأكيد التكتل يمثل قوة، القوة تساعد على حاجات كتير جدا، لأن النهاردة لو أنا تخيلت أن العالم مكون من 3 دول ألف وب وجيم وكل دولة اشتغلت لوحدها، يا ترى التجارة تبقى شكلها ايه؟ ولو اتحدوا مع بعض يبقى هو يعني ايه اتفاقيات تجارة حرة؟ ايه المقصود بكلمة اتفاقيات تجارة حرة؟ يعني معاملة تفضيلية بين الدول، ادي الفكرة. يعني لما ندخل انا وحضرتك في اتفاق يبقى انا وانت انا هدي لك مزايا وحضرتك هتديني مزايا. انا هفرض عليك تعريفة اقل شوية وانت هتفرض عليا تعريفة اقل، فبالتالي ده هيساعد هيعمل انسياب لحركة التجارة ما بيني وبين حضرتك. لو ما عملتش معناه ان كل دولة بقت لوحدها، وبالتالي هيبقى وفقا بقى للظروف من اللي بينتج سلع انا محتاجها فانا هصدر للدول الايه الاخرى. تجربة الاتحاد الاوروبي وهي التجربة التكتل القوي اللي هو وصل الى اخر حاجة اللي هو اصبح عملة واحدة، ما هو ده اخر على فكره البدايه اتفاقيه التجاره حره. لا هو وصل لنهايه الخط،
ايه نهايه الخط بقى، عندنا مجلس اوروبي واحد، عندنا عمله واحده لكن عندنا مشكله أوه. عندنا مشكله يعني ان لما حصلت مشاكل في اليابان تكبدت هذه المشكله في اليونان وهي احد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، ترتب عليها ان كادت ان تؤثر ان يعني ان تؤتي بالاتحاد الاوروبي الى اسفل ويمكن ده حمل الاقتصاد الالماني تكاليف عاليه جدا علشان خاطر يحافظ على تجربه الاتحاد الاوروبي. الاتحادات الاوروبيه او الاتحادات التكتلات الاقتصاديه لها مزايا معينه فيما بين اعضاء التكتل، وفي نفس الوقت برضو بتمثل قوه امام، وكان الهدف ان التكتلات دي تواجه الولايات المتحده الامريكيه على فكره، وفي النهايه لم يحدث ان تواجه. فما نقدرش نقول ان هذه الاتفاقيات سوف يترتب عليها من الناحيه الواقعيه، من الناحيه الاقتصاديه امرها مناسب، يعني التكتلات شيء مهم جدا زي ما قلت انه بيدي فرصه لانسياب حركه التجاره. هل الاعضاء المشاركين في هذه التكتلات الاقتصاديه يجب ان تكون او ان تكون هذه الدول متساويه على الاقل او متقاربه اقتصاديا حتى ينجح هذا التكتل؟ يعني حضرتك الاتحاد الاوروبي واليونان، اليونان ليست على قوة الاقتصاد الألماني وليست على قوة الاقتصاد الفرنسي، لكن هي جزء وعضو في الاتحاد الأوروبي. هل بسبب ذلك حصلت أو حدثت هذه المشكلة، مشكلة إفلاس اليونان؟ ربما يكون هذا الأمر. خلينا برضو نقول عن حاجة ويمكن حضرتك لم أشرت إليها، في حاجة عندنا في الاقتصاد بنقول عليها التجارة بين الدول والتجارة والإنترا تريد، إنتر تريد وإنترا تريد. هو كلما كانت الدول التي تنتمي إلى التكتل هي دول متقاربة في الظروف الاقتصادية وفي الشأن الاقتصادي بشكل كبير جدا، كلما ترتب على ذلك قيام تجارة بينية فيما بينهم قوية جدا. وذلك ينطبق على الدول الثلاثة اليابان وكوريا الجنوبية والصين؟ لا، في اختلافات مش بس في الجانب الاقتصادي، يعني في امور اخرى هي مختلفة فيه. ما نقدرش نقول ان هم مش زي مثلا الاتحاد الاوروبي، مش زي مثلا المانيا وفرنسا وايطاليا على سبيل المثال، لو انا خدتهم كنموذج لدول متشابهة. النهاردة الدول دي تقدر ان يبقى حجم التجارة ما بينها قوي جدا لان هم ظروفها الاقتصادية قوية جدا، معدلات مستويات الدخول فيها مرتفعة. لكن ما اقدرش اقول ان الثلاث دول الصين او كوريا او اليابان عندها نفس الامر، لا الاوضاع مختلفة، لان برغم التميز الموجود في الجانب الصيني الا انه ده ما بنعكسش ان ما بنبنعش ان في معدلات فقر داخل الصين، احنا بنبص على الصين ككل طبعا. ككتلة، لكن في اقاليم داخل الصين الدنيا فيها نزلت، بس طبعا تواجه تحديات كبيرة. ما نقدرش نقول ان ده الوضع يماثل او يشابه والاتحاد الاوروبي، دي تجربة صعب ان تتكرر، يعني صعب ان تتكرر، وربما يكون يوما ما، وهذا ما اتوقعه شخصيا، ان يحدث تفكك لهذا الاتحاد. والبدايه كانت مع بريطانيا عندما تخرج من الاتحاد الاوروبي عن طريق البريكزيت بطبيعه الحال. الدكتور ياسر جدالله مدير مركز البحوث والدراسات الصينيه المصريه في جامعه حلوان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الاعزاء، هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الجوله الصباحيه على مدى ثلاث ساعات، تم تناول عدد من الملفات من بينها القمة الصينية الكورية الجنوبية اليابانية، وأيضا عرجنا على عدد من المحطات كان من بينها ما يحدث في العراق والأزمة السياسية وأزمة تكوين الحكومة في العراق. على رأس الساعة ألقاكم في نشرة إخبارية مفصلة مع زميلة جوان، شكرا لكم وإلى اللقاء.